تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم مميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج ارتأت الهيئة أن تفتح بوابة لاستقبال ملاحظاتكم وآرائكم وأيضا اقتراحاتكم التي تسعون من خلالها إلى تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص، وأيضا القطاع الصحي في دولة الإمارات بشكل عام. أيضا في هذا البرنامج مستمعينا نطرح مختلف المواضيع الصحية والطبية التي تشغل بال الجميع، سواء كانت المواضيع محلية أو عالمية. أطيب التحيات مني محدثكم محمود يوسف العلي، وفي الإخراج معنا الأستاذ أيمن سرحيل، وفي التنسيق الأخت أشواق مسعد، وهذه تحيات طاقم فريق الإعداد في قسم الإعلام بإدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة الصحة بدبي. إذن مستمعينا، يعني إشراق الصباح جديدة مع بداية هذا الأسبوع يوم الأحد الذي نتمناه إن شاء الله أن يكون أسبوع عامر بالتفاؤل، عامر بالإيجابية. ومثل ما أنتم متعودين مع بداية كل يوم أحد، صباح كل يوم أحد، في ملحق البيان الصحي اللي يصدر مع صحيفة البيان، وهو نتاج يعني شراكة مثمرة ما بين هيئة الصحة في دبي ومؤسسة البيان أو صحيفة البيان. في هذا الملحق العديد من المواضيع اللي ممكن تطلعون عليها، سواء كانت مواضيع تخص القطاع الصحي العالمي أو المحلي، وأيضا بعض الأخبار التي اخترنا من خلالها يعني بعض الأمور. ما نتكلم في بداية الحلقة عن صحة دبي في طليعة المؤسسات العالمية باعتماد البيانات الذكية. حصلت هيئة الصحة في دبي على شهادة الاعتماد الدولي لتصميم مركز البيانات TIER 3 لتكون هي المؤسسة الصحية الأولى في المنطقة والمؤسسة الطبية الحكومية الأولى عالميا التي تحصل على مثل هذه الشهادة الدولية التي تمنحها منظمة أوبتيم الأمريكية اللي هي UPTIME. وبموجب هذه الشهادة الدولية تكون هيئة الصحة بدبي في طليعة المؤسسات العالمية التي تعتمد أفضل أنظمة البيانات الذكية لمنظومة المعلومات والإحصاءات والسجلات الطبية الخاصة بالمرضى وجمهور المتعاملين مع الهيئة والمترددين على مستشفياتها ومراكزها البحثية والطبية، وذلك وفق أعلى درجات الجودة والدقة وبمعدل أمان للمعلومات والبيانات يصل إلى نحو 100%. ويكفل مركز البيانات تير 3 دعم اتخاذ وصناعة القرار في الهيئة وإتاحة البيانات واستمرارية تدفقها وحمايتها وتفادي أي خلل محتمل قد ينتج عن أي ظروف طارئة، وذلك بما يحتويه من تجهيزات فائقة المستوى يقوم عليها نخبة من المتخصصين، كما يتوافق المركز في الوقت نفسه مع معايير ومواصفات المباني الخضراء لضمان كفاءة استخدام الموارد والقدرة الاستيعابية للأنظمة الجديدة التي تصل إلى 10 سنوات. وتمثل هذه الخطوة المهمة توافقا مع قانون نشر وتبادل البيانات في إمارة دبي البيانات المفتوحة، والذي يقضي بإتاحة بيانات الدوائر غير المصنفة سريا في دبي للجمهور بشكل مفتوح عبر منصة متكاملة يستطيع من خلالها الباحثون والمستثمرون ومطورو الخدمات من الحصول إليها بشكل مستمر.
فارتأينا أن نحن نتحدث عن هذا الخبر وهذا الإنجاز. صح دبي في طليعة المؤسسات العالمية باعتماد البيانات الذكية. أيضا ننتقل لبعض الأخبار اللي موجودة عندنا في ملحق البيان الصحي. وفي خبر جميل يقول يعني علاقة الآباء بأبنائهم تفوق غريزة الأمومة. يعرف غالبا بأن ارتباط الطفل بأمه أقوى من أبيه، لكن دراسة جديدة أثبتت بالدلائل العلمية أن علاقة الأب أو الطفل بأبيه يمكن أن تكون أقوى. ويرى البعض أن هناك علاقة خاصة بين الأمهات وأطفالهم ترتبط بغريزة الأمومة والهرمونات التي تتكون في فترة الحمل وما بعد الولادة، والتي تؤثر على المشاعر ما بين الأم وطفلها. ومن أكثر الهرمونات التي تقوي العلاقة بين الأم وطفلها هو هرمون اسمه أوكسيتوسين، المعروف باسم هرمون الترابط، والذي يفرز بكميات كبيرة عند الولادة والرضاعة الطبيعية. لكن الدراسة الحديثة أثبتت أن الآباء باستطاعتهم أيضا إفراز هذا الهرمون بطريقة متساوية مع الأمهات عند التفاعل مع أطفالهم كاللعب والحديث. طبعا كان تواجد الأمهات بالمنزل طوال فترة عمل الأب أحد العوامل التي تقوي العلاقة بين الأم وابنها، لكن المتغيرات الاجتماعية التي دفعت بالمرأة للعمل وإمضاء وقت طويل خارج المنزل أصبحت من المعطيات التي تسمح للآباء ببناء علاقة قوية مع الأبناء بطريقة متساوية مع الأمهات. وتشير الدراسة إلى أن مسألة تعلق الطفل بأحد والديه لا ترتبط بالضرورة بالهرمونات والعوامل البيولوجية بقدر ما ترتبط بقدرة أحد الوالدين على تلبية احتياجات أبنائه وتخصيص الوقت الكافي لرعايتهم. طيب في خبر ثاني، مثل ما تعودنا نعطيكم بعض الأخبار الخاصة بالغذاء، يقول مأكولات تزيد الاكتئاب وأخرى تنقصه. توصلت دراسة حديثة أجراها علماء من فنلندا إلى أن تناول مأكولات السريعة يمكن أن يسبب أو تسبب الاكتئاب، في حين أن تناول الخضروات والفاكهة يمكن أن تمنعه. وتبين أن الرجال في منتصف العمر الذين يتناولون الكثير من الأطعمة السريعة كاللحوم المعالجة والمشروبات السكرية هم أكثر عرضة للاكتئاب. ووجدت الدراسة أن الذين يتناولون الكثير من الخضروات والفاكهة والحبوب الكاملة والدواجن والأسماك والجبن قليل الدسم أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب. وظهر أن التناول المتزايد لحامض الفوليك الموجود في الخضروات والفاكهة والحبوب الكاملة واللحوم له تأثير مفيد. يعني بقولكم على تجربة شخصية، أنا قمت كل صباح أول ما نشم الرقاد يا أخذ لي موزة أو تفاحة. فاليوم اللي أكل فيها موزة وتفاحة تشوفني داش المكتب مبتسم مستانس، أحس اليوم جميل جدا. طبعا ليه ما تطلع لي أشواق بال لا سولف وياكم. القضية وين؟ القضية بالفعل أن تناول الأكل الصحي يساهم بشكل أو بآخر في تغيير مزاجك، فبالك إذا أنت يستلعب رياضة كذلك. يعني المزاج بيكون عال العال، فنحاول نخلي حياتنا شوية صحية. شو رأيكم؟ إذا ما بلشت من اليوم قرر أنك أنت خلاص بتغير نمط حياتك وبتخلي حياتك صحية. إذا أنت تدخن قرر أنك أنت تترك التدخين، بتتغير حياتك. إذا أنت تاكل مأكولات سريعة أو وجبات سريعة قرر أنك توقفها، بتتغير حياتك. فعيش بإيجابية، حافظ على صحتك، لأن الصحة أغلى ما تملك. طيب نروح عند دراسة أخرى تقول أن الاستهلاك المنتظم لزيت الزيتون يحسن صحة القلب.
وجدت دراسات جديدة أن الاستهلاك المنتظم لزيت الزيتون يحسن بشكل كبير الإشارات الكيميائية المرتبطة بأمراض الشرايين أو الشريان التاجي القلبي، ويمكن لتغميس زيت الزيتون بالخبز لمدة 6 أسابيع أن يخفض من خطر الإصابة بنوبات القلب، كما أشار تقرير نشر في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية. وقال الدكتور بيل موران، أنا قريت بيل مروان قلت ما يركب، هو اسمه بيل موران. بيل موران من معهد القلب والأوعية الدموية، قال الدكتور أن فريق البحث طبق تقنية جديدة للتشخيص عن طريق فحص العينات من البول لمجموعة من البيبيتيدات، وهي تنتج من انهيار البروتينات التي تم تحديدها باعتبارها المؤشرات الحيوية لأمراض مثل الشريان التاجي CAD التي تشير إلى العلامات المبكرة للمرض قبل ظهور الأعراض. وأشارت الدراسة إلى أن الذين تناولوا زيت الزيتون لمدة 6 أسابيع انخفضت لديهم نسبة البيبيتيدات في عينات الفحص بشكل واضح جدا. وأضاف الدكتور بيل موران أن زيت الزيتون يحتوي دهون الأوميغا 6 أو الأوميغا 6 وشكل من الأحماض الدهنية المشبعة يمنع استجابة الجسم للالتهابات في الحالات المزمنة مثل أمراض القلب والتهاب المفاصل، كما أنه يقلل من ضغط الدم ويحسن من نسبة الدهون الجيدة في الدم. سبحان الله، يعني ما في شيء ذكر في القرآن إلا كانت له فائدة. نطلع فاصل مستمعينا، وبعد الفاصل عندنا موضوع جميل جدا ما نتكلم فيه عن الوقاية الإشعاعية للمرضى الخاضعين للعلاج الإشعاعي، وبتكون ضيفتنا في الاستوديو الدكتورة ليلى البلوشي أخصائي طب فيزيائي ورئيس قسم الفيزياء الطبية في مستشفى دبي. فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، وحياكم الله معنا في الجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المتميزة دائما إذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهراء. مستمعينا، قبل الفاصل كنت أقرأ الخبر مع زيت الزيتون، فقال لي مخرجنا اليوم أيمن يقول لي عند جد الله يحفظه ويعطيه طولة العمر، عمره 107 سنوات، وقولوا ما شاء الله عن شو اسمه تحسدون الريال، يقول 107 سنوات وما يشكي باس ولله الحمد. يقول لي أيمن أن يوميا الصبح كاسة زيت زيتون يأخذها على الريج، ف يقول هذا هو السر اللي يحافظ فيه على صحته. أيضا من بين الأشياء قال لي حتى جدته الله يرحمها أو والدة جدته الله يرحمها عمرها لما توفت 116 سنة ونفس الموضوع كاسة زيت الزيتون. طيب نرجع حق حلقتنا وعن المواضيع اللي موجودة معانا في حلقة اليوم. نحكينا قبل الفاصل وعدناكم أن ما نتحدث عن الوقاية الإشعاعية في مستشفى دبي. تتواجد معنا اليوم والآن مباشرة حقيقة دكتورة ليلى البلوشي أخصائي طب فيزيائي ورئيس قسم الفيزياء الطبية في مستشفى دبي. ما نتحدث عن الوقاية الإشعاعية في مستشفى دبي والوقاية الإشعاعية للمرضى الخاضعين للعلاج الإشعاعي. حياك الله معنا دكتورة. حياك وتسلم وصباح الخير. صباح النور دكتورة. دكتورة في البداية يعني خلينا ناخذ فكرة عن قبل أن نتكلم عن الخدمات والعلاجات اللي يقدمها قسم الفيزياء الطبية بمستشفى دبي، خلينا أعرف شو تعريف طب الفيزياء، شو هو طب الفيزياء أو الفيزياء الطبية؟ الفيزياء الطبية فيزياء الطبية نحن نعتبر القسم الوحيد حاليا في دبي في هيئة الصحة. تأسس القسم سنة 2005 رسميا، بس قبل كان موجود
بس اللي هو قسم اللي هو شعبة وحيدة هي شعبة الوقاية من الإشعاع، وحاليا هاي الشعبة صارت تحت القسم. القسم يعني في مجالين للمرضى وللأجهزة اللي هي تصدر الأشعة. نحن طبعا نعرف أن في علاجات بالإشعة وفي علاجات اللي هي عادية. العلاجات اللي هي بالإشعة نحن نختص فيها خاصة العلاج الغدة الدرقية، سرطان غدة الدرقية، تشخيص وعلاج. هو الفيزياء الطبية هو معني بهالمرض خاص، كونه أنه يعني ما يعالجونه بالكيماوي ولا ما يعالجونه بالعلاجات الثانية، لأنه مرض نقدر نحن نسوي له تحكم كنترول من خلال هالعلاج. فطبعا العلاج يكون ضمن خطوات قبل العلاج وبعد العلاج وخلال فترة العلاج، هذا بالنسبة للمرضى. أما بالنسبة للأجهزة اللي هي تطلع أشعة ولا هي اللي هي تستخدم في العلاج هذا أو في التصوير الإشعاعي، هاي الأجهزة قسم الفيزياء الطبية تعني بالاهتمام بجودة هالأشعة. مثلا إذا المريض يتعرض لمستوى أشعة فوق المطلوب ولا تحت، يعني أقل عن المطلوب لإظهار الصورة المناسبة للتمكين الأطباء من التشخيص. أما الجزء الثالث اللي هو الوقاية من الأشعة للموظفين اللي يشتغلون في قسم الأشعة. جميل. طيب ناخذ فكرة عن الخدمات والعلاجات اللي يقدمها قسم الفيزياء الطبية في مستشفى دبي بشكل عام. شو هي الخدمات والعلاجات اللي تقدمونها؟ مثل ما ذكرت قبل شوي، الخدمات اللي هي تكون بالنسبة للمرضى، أنا أقصد يعني للمرضى. هي إذا أنت يعني تعني للمرضى فقط، بنتكلم عن المرضى لأن نحن يتشعب لكذا توبك، يعني لكذا موضوع. لكذا فبالنسبة للمرضى مثل ما ذكرت، نحن المرضى يجون عنا يكونون مراجعين للعيادات الثانية، بالمثل عيادة السكري ولا عيادة الغدد الصماء، يرجعون لنا على أساس أن نحن يعني نعطيهم الحل، يعني اللي هو التشخيص المثالي. فيحولونهم الدكاترة الثانيين اللي هم في العيادات الثانية على قسم الطب النووي. فنحن تقريبا عندنا يعني مثل نكمل بعض، قسم الطب النووي مع قسم الفيزياء الطبية تقريبا نكمل بعض مع قسم الأشعة طبعا. فيحولونهم على قسم الطب النووي، من القسم الطب النووي يحولونهم على الفيزياء الطبية كخطوة علاجية. أما التشخيصية تكون من القسم الطب النووي، أما الفيزياء الطبية يكون كإشعاعي كخطوة إشعاعية بالنسبة للمرضى. طيب دكتورة، إذا بتكلم عن نطاق عمل الفيزيائيين الطبيين، شو هو نطاق العمل مالكم؟ هو يعني شو اللي يتضمن من نشاطات أنتوا تسوونها بالضبط؟ ترى نحن يضمن نحن عندنا مثل تشعبات. أوكي. مثل ما قلت لك، اللي هو المرضى، الأجهزة والوقاية. المرضى العلاج، والأجهزة المعايير الجودة للأجهزة الإشعاعية فقط، والوقاية الإشعاعية للمرضى والموظفين. طيب تكلمت عن الأشعة دكتورة، خلينا نعرف شو أنواع التصوير بالأشعة اللي يتم إجراها عندكم في المستشفى. طبعا إذا نحن بنتكلم أنواع التصوير عامة، عندنا اللي هو الطب النووي وعندنا قسم الأشعة. عندنا الطب النووي وقسم الأشعة، الطب النووي للمواد المشعة وقسم الأشعة بالنسبة للأشعة اللي هو الإكس راي والأشعة الثانية يعني. جميل. دكتور، أنت قلت من بين الخدمات اللي عندكم تقدمون بعض الخدمات للعاملين في المستشفى. صحيح. منها الوقاية من الإشعاع. صحيح. خلينا نتكلم عن هذا البارت، شو أهمية الوقاية من الإشعاع، وأيضا شو هي تأثير وأضرار الأشعة على العاملين في المستشفى وأيضا على المرضى. صحيح، لأن نحن طبعا القسم الفيزياء الطبية يهتم بكل الطرفين، المرضى مع الموظفين. طبعا المعايير اللي هي تنطبق على المرضى غير عن المعايير اللي تنطبق على
الموظفين على المرضى أقل عن الموظفين طبعا، لأن الموظف يشتغل في المجال نفسه طول السنة وطول اليوم. أما المعايير اللي تنطبق على المرضى، طبعا نحن عندنا مشاريع وعندنا إحصائيات نسويها على المرضى، على أساس أن نحن نتأكد أن المريض اللي يتلقى مثلا يروح يسوي مثلا أشعة ياخذ كمية الأشعة المناسبة للتشخيص المطلوب، أنه يعني ما يكون أكثر عن هذا، لأن ما له داعي أن المريض يتعرض لجرعة إشعاعية أكثر عن المطلوب ولا أقل، أن بعدين نرجع نصوره مرة ثانية أو نرجع نسوي التشخيص مرة ثانية أو يكون في التباس في التشخيص. جميل. دكتورة، شو هي أهم الضوابط والإجراءات والتعليمات الخاصة اللي تطبق عند استخدام هذه الأنواع من الأشعة؟ طبعا الضوابط والإجراءات، نحن عندنا مثل قوانين وتعليمات، بروتوكول نحن نقول لوز ولو وريجوليشنز، نتبعها طبعا تكون عالمية ومدروسة اعتمادا على البيئة وعلى المستوى التثقيفي للموظفين وللعاملين، نطبقها على كل الطرفين. جميل. شو هي دكتورة مثلا؟ نحن مثلا الحين النسبة المئوية، المستويات اللي تعرض لها الموظف مثلا، الموظف مقارنة بالنسبة للمريض العادي، مش المريض، نحن نقول ان المريض ما له مستوى معين، نحن نقول اللي هو نعتمد على اللايف سيفينج، نتكلم عنه، لأن مثلا المريض إذا نحن حطينا له مستوى معين، إذا احتاج بعد هالمستوى تلقى هالمستوى لإنقاذ حياته، لازم يروح يعني تحت هالتشخيص وأعلى عن هالمستوى، حتى لو كان المريض مرأة وحامل عادي، يعني تقدر، يعني نقدر أن نحن نسوي الحسابات ونسوي الإحصائيات أن الجنين يتعرض لكم الكمية الأشعة ويكون يعني في المراحل الآمنة من الحمل يعني تكون الجنين. طيب، هذا اللي تقولين الدكتورة يعني شوية ممكن يولد خوف عند المستمع أو عند الشخص أن حتى الجنين ممكن يتعرض لهذا الإشعاع. هني أبغي أتكلم عن مدى نشر ثقافة الأمان من الإشعاع في المجال الطبي. يا ترى شو هي أدواركم أو برامجكم التثقيفية في هذا المجال؟ نحن بالنسبة للمرضى والموظفين، فإذا بنتكلم عن المرضى، عندنا بروشورات وعندنا مثل جلسات تثقيفية قبل ليأخذ المريض. شو تقولوا لهم دكتورة؟ يعني مثلاً إذا عندنا مريض يأخذ مادة مشعة لعلاج سرطان الغدة الدرقية، نقعد معاه قبل لا ياخذ العلاج، طبعا يكون يخبرون ان انت بتاخذ العلاج، ونقعد معاه ونثقف المريض ان مثلا اذا انت اخذت هالعلاج تحتاج انك تكون معزول، تحتاج انك ما تكون قريب للحوامل ولا للاطفال، محتاج انك تستخدم ادوات معينه، محتاج انك تستخدم يعني اشياء معينه، وانك تكون ما تكون في اماكن زحمه، ما تكون تطلع، ما تكون يعني هالامور، في تعليمات طويله وناخذ طبعا نفهم نحن اساس شغلنا طبعا ان يكون المريض فاهم المبدا، فاهم ليش هو لازم يمشي خلال هالمراحل او يتبع هالتعليمات. طيب، هذه العلاجات دكتورة، يعني دائما الثقافة السائدة عند الناس ان حتى يسمونه مثلا حد منهم يسميه الخبيث، وحد يقول لا يسمونه الحميد تفاؤلا، يعني الثقافة السائدة ان الواحد لا سمح الله، لا قدر الله، اذا صاب سرطان معين او كذا خلاص ما في علاج. لا بالعكس، نحن أملنا بالله طبعا، يعني رب العالمين، وفي طبعا الطب تطور في هالمراحل، ويعني تطور وايد، وفي أمراض نقدر نتحكم فيها بالتشخيص وبالعلاج، إذا كان كل ما كان أبكر الاكتشاف طبعا كان يعني بيكون أفضل. انه افضل لكنترول نسوي صحيح. هني في هذا الاطار دكتوره، نحن ايضا ندعو
المستمعين دائما إلى ضرورة إجراء الفحوصات الدورية دائما بشكل كبير، حتى أيضا لدرجة أن الآن نتحدث عن سياسة وطنية تسعى إلى تعزيز مفهوم الوقاية خير من العلاج، وأيضا هنالك حتى الباقات التأمينية يعني شملت كذلك فحوصات معينة. هذه صحيح. الفحوصات يجب أن تجرى على مدار العام لتجديد هذه الباقة التأمينية. طيب دكتورة، آخر سؤال، ما تحدث عن إمكانيات قسم الفيزياء بمستشفى دبي من حيث الأطباء والأجهزة والمعدات بشكل عام وسريع، وأيضا إذا عندك رسالة تبغين توجهينها. عن إمكانيات قسم الفيزياء الطبية من حيث الأطباء، نحن عندنا في القسم موجود عندنا من كل التخصصات، عندنا الأخصائي وعندنا الفيزيائي الأول وعندنا يعني لما نقارن القسم مع الأجهزة والأمور اللي موجودة برا دكتورة، يعني نحن وين؟ نحن طبعا نحن الاول، المرتبه الاولى مثل ما لا نحن ما نقولها كذا دكتور، ان هل بالفعل صحيح. كل العلاجات اللي الواحد ممكن يلاقيها برا موجوده عندنا، ولا مجرد ان نحن ياسين نسعى الى اذا ما نتكلم عن الفيزياء الطبيه موجوده هنا عندنا، وبالعكس نحن عندنا مرضى صراحه أكون صريحة معك أن من برع الدولة يجون عندنا العلاج، حتى ممتاز. يعني مش بس اللي موجودين في الإمارات، حتى برع الدولة. ممتاز جدا. طيب دكتورة، كلمة أخيرة تبغين توجهينها؟ طبعا شكر لكم لنور دبي ولك أخوي على الاستقبال، وطبعا إن شاء الله يعني نتمنى صحة وسلامة للجميع إن شاء الله. جميل جدا. دكتورة ليلى البلوشي، أخصائي طب فيزياء ورئيس قسم الفيزياء الطبية في مستشفى دبي، نحن شاكرين لك تواجدت معنا وأيضا هذه التوضيحات. وطبعا أنت ما عليك أنا يوم أطالع المخرج ترى ما في داعي تطالعين ترى أقول يمكن في شيء الله يسلمك. كان يقول لي أستاذ أيمن أنه عندنا فاصل توعوي، ما نسمع مستمعين وياكم، ما نطلع على الفاصل التجاري ومن ثم سوف نعود إليكم. شكرا. اليوم راح أحكيكم عن جندي مجهول له دور كتير كبير بتخزين وضبط الطاقة بالجسم وعدة وظائف تانية، وهو المغنيسيوم. الإنسان البالغ عنده بجسمه ما بين 22 و 26 جرام من المغنيسيوم، 60% منه موجود بالهيكل العظمي. ويمكن أنت يا سعيد عم بتقول أنه شو هالرقم القليل؟ بس المغنيسيوم عامل محفز لأكثر من 300 أنزيم بالجسم، وخاصة المرتبطة بإنتاج الطاقة، وهو بيلعب دور بتكوين العظام وبيساعد على هضم الكربوهيدرات والمعادن وامتصاص الكالسيوم والبوتاسيوم، وبيحمي الأنسجة الرقيقة والشرايين. جسمك يا سعيد بيحتاج يومياً ما بين 300 ل 400 ملغ من المغنيسيوم، وهالكمية بتاخدها لما بتاكل سبانخ، بروكلي، فاصولية، نعنع أو حبق، وحبوب كاملة ولوز، وحتى الكاكاو. وإذا بتعاني من تقلصات عضلية بالليل، حاس مستوى المغنيسيوم بجسمك. ومن الأعراض الثانية الأرق والاكتئاب وضعف الهضم وضعف العضلات وخفقان القلب السريع. نقص المغنيسيوم موجود ما بين 3 إلى 15% من الأشخاص، وسببه هو عدم تناول الأطعمة الغنية بهالمعدن المفيد. فكتروا أكل السبانخ والحبوب، وعساكم دوم بصحة وسعادة. صحة وسعادة. صح. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وحياكم الله معنا في الجزء الأخير من برنامجكم صحة وسعادة، والذي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر هذه الإذاعة المتألقة دائما إذاعة نور دبي. مستمعينا، شهدت دبي مؤخرا الملتقى السنوي لخبراء الاستشارات الصحية الذي نظمته الشركة العالمية PwC، وهي من أكبر الشركات في العالم في مجال الاستشارات، وذلك بحضور قيادات الشركة و80
أفضل خبراء الشركة في الاستشارات الصحية. تجدر الإشارة إلى أن الشركة تضم أكثر من 210 آلاف خبير ومستشار وموظف في مختلف المجالات الخاصة بالأعمال في 157 دولة. طبعا هذا الملتقى جاء بحضور معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي، الذي استهل الملتقى بكلمة افتتاحية أكد فيها أن هيئة الصحة بدبي تعمل ومن خلال استراتيجية طموحة على أن تكون جزء مهم ومؤثر في الخارطة العالمية الصحية وفي تفعيل حركة السياحة العلاجية في المنطقة بشكل عام وإمارة دبي بالتحديد، كما تعمل على تحقيق المزيد من الفرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي الذي يشهد حقيقة نمو لافت في حجم المؤسسات الصحية العالمية ومتعددة الجنسيات. طبعا نحن نتحدث عن هذا الملتقى ونسلط الضوء أكثر على ما دار في هذا الملتقى مع ضيفنا عبر الهاتف الدكتور محمد الرضا، مدير إدارة تحليل البيانات والمعلومات الصحية ومدير المكتب التنفيذي للتحول التنظيمي في هيئة الصحة بدبي. حياك الله معانا دكتور. صباح الخير أخ محمود. صباح الورد دكتور. خلنا نتحدث عن هذا الملتقى، شو هو الملتقى بشكل عام وأهمية هذا الملتقى، وهل هو يعني هذا الملتقى سنوي لخبراء الاستشارات الصحية، هل هذا الملتقى أول مرة يعقد في دبي ولا شو هو الباكراوند ماله؟ نعم طامر، هذا الملتقى أول مرة يعقد في إمارة دبي، وأنا افتخر اليوم أن أقول لك هذا الملتقى اختار إمارة دبي لعقد اجتماعه. مثل ما تفضلت الشركة فيها 210 آلاف موظف ويابوا ما يقارب 80 شخصية قيادية في الشركة، وكانوا في دبي لمدة يومين. هاليومين طرحوا الكثير من المقارنات المعيارية الدولية المحلية أفضل الممارسات في الصحة وعرضوها على المدى اليومين، وكان افتتاح المؤتمر من قبل معاليه، وأكد معاليه دعم للقطاع الخاص. اليوم هذا التلاحم أو التناغم الموجود بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص يعني شيء يضرب به المثل، وهذا الشيء أيضا طرح في هذا المؤتمر لمدة يومين، وتناقشوا عن مدى قوة هذا التلاحم، وتوقعوا أيضا أن بعد 5 سنوات ما بيكون في شيء اسمه قطاع حكومي قطاع خاص، لا يكون كلنا واحد، لأن خدمة المريض تأتي أولا والمريض أولا ونهاية. أيضا أكرر افتخاري أن اختيار إمارة دبي لهذا الملتقى لمدة يومين يزيد أو يعزز من مكانة الإمارة الدولية لاستضافة هذه المنتديات أو هذه الملتقيات. طيب دكتور، من بين الأشياء اللي تم الحديث عنها في هذا الملتقى يعني، واللي أكد عليها معالي حميد القطامي، أن حجم المؤسسات الصحية العالمية ومتعددة الجنسيات يشهد نمو كبير، أيضا تحدث عن مستقبل هذا الاستثمار الصحي اللي تتوجه له إمارة دبي. يا ترى إذا ما تناولنا الحاضر الذي نشهده في إمارة دبي الآن لنتحدث عن حجم الاستثمارات التي سوف تكون في هذا المجال في إمارة دبي، يا ترى ما هي أبرز وأهم المقومات التي تمتلكها الإمارة في جذب الاستثمارات الصحية لها؟ نعم، اليوم دبي كبيئة تمنح يمكن بيئة متميزة لجذب الاستثمارات. أولا الحمد لله نعمة الأمن والأمان. ثانيا عملية تنظيمك للقطاع سواء كان الصحي أو غيره. ثالثا تواجد إحنا نسميهم التالنت أو الموهبة عندك اليوم في دبي أو في دولة الإمارات حتى أكثر من غيره. في تقرير لشركة لينكدين يشير أن الإمارات اليوم الدولة الأولى في استقطاب هذه المواهب. فإذا أنت كنت اليوم رب عمل أو شخص يحب يستثمر في أي مكان في العالم، بتسأل أول شيء شو هي نوعية الموهبة اللي موجودة في القطاع، هل أنا بتعب في استقطاب الموهبة أو لا. فاليوم هذه التقارير تشير أن الموهبة موجودة، البيئة مشجعة للاستثمار، لكن ما زالت الفرص يعني أحب أقول يمكن ما استفاد منها
يجب الاستفادة منها بطريقة أكبر والفرص موجودة. جميل دكتور، أنت في بداية اللقاء ركز على شغلة جميلة، يعني تحدثت عن أن القطاع الصحي والحكومي القطاع الصحي الحكومي والخاص في دبي يعني بدوا يذوبون مع بعض، بدأ العمل مع ما بين هذين القطاعين بشكل تتجسد فيه معاني التعاون أكثر مما هي معاني التنظيم وسن القوانين لهذا القطاع. هذا الشيء يعني ساهم بشكل أو بآخر في زيادة قوة وقدرة هذا القطاع على النمو السريع، وأيضا كان له ساماته الطبية المميزة على مستوى المنطقة واللي خلته واحد من النماذج الصحية عالية الجودة من ناحية جودة الخدمات إذا نتحدث عنها، ومن ناحية أيضا جودة المنشآت الصحية. الآن دكتور نتحدث عن بعض الأمور التي بدأت أو بعض المفاهيم التي بدأت تنتشر في دولة الإمارات بشكل عام، وأيضا في 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 دبي على وجه الخصوص، اللي هي خاصة بأدوات الإبداع ولغة الابتكار. يا ترى كيف يمكن أن أو كيف تم طرح هذه اللغة الجديدة في هذا الملتقى اللي مثل ما قلنا يضم 80 شخصية من أفضل خبراء الشركة في الاستثمارات الصحية، الشركة اللي هي PwC؟ فوين وين وين رايحين نحن ما بين نحن نتحدث عن إبداع، عن ابتكار، وأيضا في خبراء جايين يتحدثون عن موضوع الاستشارات الصحية؟ يا ترى وين رايحين نحن بالقطاع الصحي؟ إن شاء الله. طبعا أنا طلب مني أن أعرض عرض في هذا الملتقى، وأنا كل شرف أني أعرض هناك. طبعا يوميت بعرض عليهم هناك 80 شخصية قيادية. شو بعرض عليهم؟ بعرض عليهم الأرقام، ما هم عارفين الأرقام والإحصائيات وعارفين البيانات كلها. فعرض عليهم 3 صور وقلت لهم اليوم بخبركم عن 3 شخصيات في إمارة دبي. أول شخصية حطيت صورتها كانت صورة الشيخ راشد بن سعيد المكتوم طيب الله تراه. شو تعلمنا منه؟ هذا الرجل الذي حلم بإمارة دبي. في بداية الخمسينات كان عندنا أول مستشفى في إمارة دبي، كان مستشفى المكتوم. ما أدري إذا تذكره. ما أتذكر، أنا صغير كنت دكتور. صغير بعد. بس كنت مولود. طال عمرك الشيخ راشد طيب الله تراه اليوم علمنا الحلم، واليوم رؤيتنا في هيئة الصحة بدبي، والاستشاريين بيقولوا لك حول الحلم إلى رؤية. طيب شو رؤيتنا في هيئة الصحة؟ رؤيتنا مجتمع صحي آمن وسعيد. هذه أول صورة. ثاني صورة كانت لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وهو بالدريس العسكري. طبعا ما يخفى عليكم أن الشيخ محمد درس في كلية عسكرية اسمها سانتفرست، وكانت صورة جدا جميلة، الشيخ مبتسم. فاليوم الاستشاريين شو يعلمونا؟ يقولون الاستراتيجية منبثقة من وين؟ اليوم الجيش اللي يستخدم هذه التعبير أو الاستراتيجية. وأيضا علمونا الرسالة الاستشاريين، أيضا الجيش له ميشن أو رسالة. اليوم رسالتنا في هيئة الصحة بدبي هي تطوير منظومة صحية متكاملة ومستدامة تضمن الشمولية والتميز لتحقيق أعلى المعايير العالمية الصحة الفرد والمجتمع، يسمونه الانتجريشن. طيب ثالث صورة كانت لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي. صورته كانت مختلفة بعض الشيء، وهو يقفز من الطائرة. طبعا كلكم عارفون ان اليوم الشيخ ما شاء الله عليه عنده سكاي دايف دبي وهو قافز من الطيارة. طيب شو تعلمنا من الشيخ؟ تعلمنا بعض القيم اللي هي الإبداع والابتكار، روح الفريق. وهذه القيم اليوم موجودة كقيمنا في هيئة الصحة بدبي. طبعا اليوم هذه قصة دبي، قصة نجاح دبي، معيار القيادة عندك اليوم الحمد لله جدا عالي، وهذا أيضا من قيم النجاح عندك في إمارة دبي كبيئة جاذبة للاستثمار، بيئة جاذبة للملتقيات والمنتديات.
ونحن مكملين على هذه المسيرة. طيب هذا اللي انت عرفت عليهم دكتور، هم شو أبرز الأمور اللي تناولوها في الحديث عن إمارة دبي وأيضا الاستشارات اللي خذتوها من عندهم؟ نعم طال عمرك. اليوم عندك في استراتيجية هيئة الصحة بدبي اللي هي 2021 عندك محاور جدا قوية وتم أيضا تناولها في هذا الملتقى. عندك السياحة العلاجية واستقطابها إلى أعداد كبيرة في سنة 2020 اللي هي 500 ألف سائح للسياحة العلاجية في إمارة دبي. عندك أيضا الاستثمار مثل ما تفضل. عندك تطبيق التكنولوجيا أو معلوماتية الصحية في مجال الصحة اللي هي مشروعين نابض وسلامة، أيضا تعد من أحد المقارنات المعيارية مع الدول، لأن في دول ممكن قبلنا أو بدأت قبلنا. أنا أذكر مبادرة السويد بدأت في سنة 1985 ونحن بدينا في 2016، لكن هل بيأخذنا 30 سنة لما نطبقها؟ اليوم السويديين روحهم يقولون لك لا، أنت بيأخذ لك أكثر لأن عندك مقومات النجاح أكثر مما كانت موجودة في سنة 85. عندك مبادرات اليوم التأمين الصحي، مبادرات أيضا في مجال الابتكار. قبل أسبوع شفنا إطلاق مبادرة طباعة الأبعاد الثلاثية في إمارة دبي، استراتيجية كاملة أيضا تم تناولها هناك بالمؤتمر. بما أن اليوم نحن نتكلم عن الابتكار ونتكلم عن كلمة يعني أنا أجد صعوبة في ترجمتها اللي هي disruptive technology، إذا ترجمتها باللغة العربية تستوي تكنولوجيا مخربة أو مدمرة. هي مش مخربة ومدمرة بطبيعة حالها، لا، هي تغير طريقتك في تقديم الخدمات الصحية. الابتكار ما له حدود طبعا، وفي إمارة دبي الحمد لله هذه البيئة موجودة ومدعومة لأن تصل إلى مثل ما يقولون sky's the limit، أن ما في حدود للابتكار. جميل جميل جدا. دكتور محمد الرضا مدير إدارة تحليل البيانات والمعلومات الصحية ومدير المكتب التنفيذي للتحول التنظيمي في هيئة الصحة بدبي، نحن شاكرين لك هذه المداخلة وشاكرين لك هذه التوضيحات التي كانت بخصوص الملتقى السنوي لخبراء الاستشارات الصحية والذي ضم حقيقة أفضل خبراء شركة PwC، هذه الشركة العالمية التي يعني جاءت بحضور قيادات الشركة وهم 80 شخصية من أفضل خبراء الشركة في الاستشارات الصحية، قدموا في دبي لعقد هذا الملتقى. شاكرين لك هذه التوضيحات دكتور، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا. إذن مستمعينا نحن وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلقاكم بإذن الله في الغد إن شاء الله مع مواضيع جديدة ومتجددة حول القطاع الصحي في إمارة دبي. وأيضا ما أدري في مسجات يتنا ما قريتها، هذه كل المسجات للبث المباشر. عموما نتمنى لكم إن شاء الله مستمعينا قضاء يوم سعيد وإيجابي وفي الكثير من التفاؤل، فخلوا دائما التفكير الإيجابي مسيطر عليكم في كل شيء، حتى لما تحصل شغلة ما تعيبك حاول تفكر فيها بإيجابية، لما تنتقد انتقد بإيجابية، حاول قدر الإمكان إذا يعني دخلت دائرة من الدوائر الحكومية في وضع ما عيبك ما مشكلة، لا تفاتن ولا تنظر للموضوع إن بشكل سلبي، لا، روح وحاول تكون إيجابي وفعال، وصل ملاحظتك للجهة المعنية عبر القنوات المتاحة لك، لأن في إمارة دبي مثل ما تعودنا القنوات كثيرة ممكن توصل ملاحظاتك اقتراحاتك وشكاوي كذلك عبر القنوات اللي سوف يتم اتخاذ الإجراء اللازم لها عبر هذه المنظومة الحكومية الجميلة التي تتواجد في إمارة دبي في هذا المجال. فخليك إيجابي دائما، ولا تنسى التفاؤل يخليك بصحة أفضل، فدائما
خلك متفائل ومبتسم. شكرا لك يا أيمن على هذه الابتسامة وعلى هذا الإخراج الجميل. شكرا لك أشواق كذلك على التنسيق. وأيضا هذه تحياتي محمود يوسف العلي، وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.